متحف الرضوى طبعا. هاي مشربة ماء، المشربة هي وعاء تحت من حجر غير مقطع 900 وفيرة للشرب والتوضأ، ان هذا الوعاء كان قد تقع في كان مشهد منذ زمن احد مراكز يعني الظاهر مالي 597 هجرية ما شاء الله. صور الشهيد قاسم سليمان. صفوي كتابة ذهبية طبعا، هاي مشبك القريح الأول في العصر الصفوي، الله يرحم أجداد الصفوي ويحجون على الصفوي نظر. كتابة ذهبية مشبكة للضريح الأول المفجع الشريف الإمام الرضا عليه السلام العصر الصفوي، مكونة من 11 قطعة تشتمل على صورة الإنسان مكتوبة بخط الثالث ومزخرفة بالنقوش الإسلامية أهداء الملك طهماسب الصفوي الأول ابن إسماعيل شاه الصفوي. طهماسب كان له دور في نصرة التشريع أيضا في العصر الصفوي. إمام الرضا كتبها العصر الصفوي ده ملك عباس الصفوي الأول. الله لهذا خلصت من النواصف في بغداد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله أيضا هذه في العهد القاجاري، هاي زيارة مقبولة شبكة الإمام الرضا عليه السلام قاجار دارس حسن الأصفهاني في عهد القاجار هاي. طيب هاي في العصر الصفوي، في العصر الصفوي سعد الشيرازي سانتا مطار شعر قنديل تابع لأي زمن؟ الإنارة. أغلبهم في العهد القاجاري، القديم مذهب، الفضل مذهب من العصر الصفوي. وبيها من الهند الجايات شيعة الهند. في العصر القاجاري. لكن ستعيش طاووس.
العصر القاجاري، في العصر القاجاري مكنسي. طارة خشبية مزخرفة في العصر القاجاري. هذه قدح الكبير النحاسي، وفي العصر التيموري، وفي العصر الصفا والابريق. وطست النحاسي الصانع الحاج محمد ابراهيم خان، الصانع فيض الله ششتري والله، في العصر الصفوي اهداء سلطان حسين الصفوي. ما شاء الله، هاي كلها قديمه في العهد القديم. حافظون عليه. احسنت. فتح نعاسي في العصر القاجاري. الفولاذية المشبكة بغير في كتابة القدس الخط الثالث، القدن العاشر، العاشر يعني في العهد الصفوي، تابع في العهد الصفوي، العهد الصفوي. هذا الضريح في أي عهد؟ ما نقدر نقرأ في عهد موجود ومستمر. حرام مطهر الإمام رضا عليه السلام 1818 ميلادي. صورة حرم مطهر إمام رضا عليه السلام في العهد القاجاري. حرم مطهر إمام رضا عليه السلام في العهد القاجاري. طبعا هو بناء في الدولة الصفوية، لكن على القاجار هاي الصورة. حرم مطهر إمام رضا عليه السلام 1934 ميلادي. هاي الصورة ضريح حرم إمام 1936 ميلادي. وهاي يا سنة 1913 انقلاب بداية الثورة الإسلامية. ما تحكي لي ما شاء الله جميل. اللهم صل على هذه الصورة في نواب صفوي عهد البهلوي الأول. هذه ما مكتوب السنة. جميل جميل جميل، متحف جميل. اللهم صل على محمد. طبعا إذا أقرأ كل كتابة حنستغرق الوقت طويل، فأحاول أتمشى حتى ما أروح على الجهة الثانية. اللهم صل على محمد. هذه